طيب أقرأ القرآن بدون فهم فهل لي أجر؟ نعم لك أجر يا أختاه. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا منهم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. الملائكة اللي بيقرأ القرآن بإتقان وبإحكام ويفهم أحكام التلاوة ويتقن أحكام التلاوة ويقرأ القرآن بتدبر. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن خلي بال حضرتك بقى، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يا سلام على البشرة النبوية الجميلة دي، اسمعي حضرتك البشرة تاني: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر. والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأبشري يا أختاه ويا أماه، اقرأ القرآن حتى وإن كانت الأخت لا تفهم القرآن ولا تعي القرآن، فعليها أن تقرأ القرآن ولها الأجر إن شاء الله تعالى. ولو اجتهدت إن كانت قارئة أن تفتح كتابا من كتب التفسير ككتاب الحافظ الكبير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونظرت إلى معنى الآيات وقرأت المعنى قراءة سريعة لتعيش مع القرآن ولتتدبر القرآن، فلا شك أن هذا أكمل. وإن لم تستطع فلا حرج عليها ولتقرأ، وإن كانت القراءة شقة عليها فلها أجران بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.